خليني ابتدي معاك منك انت، من افكارك، من احلامك. حلمت باليوم ده؟ حلمت باليوم اللي مصر كلها فيه بتتكلم عن بوبو؟ كل الناس بتقول ده لعيب جامد، النقاد، محللين، الناس في الشارع، لدرجة انضمامك للمنتخب. كان في بالك في يوم من الايام وانت مع بداياتك من اكاديميات الشرقية للناشئين وادي دجلة مع ام جي على طول لحد المرحلة دي، كان في دماغك ان ده هيحصل؟ انا في البدايه في واحد طبعا هو ده يعتبر هو اللي يعني حارب معايا وكان حاطط في دماغه ان انا اوصل للمكانه دي، كان ابويا الله يرحمه. الله يرحمه، كان الله دايما يسلمك. هو كان بيلعب كوره بس ما كملش الكوره لظروف والده ان هو توفى، فكان هو حابب الكوره وحابب يكون لعيب كوره. لما شافني بلعب كوره هو شاف ان انا لعيب كويس، ما سابنيش ان انا مثلا ايه، لا اكمل دراستك زي عندنا مثلا في الشرقيه والاماكن دي بيبقى فيه لعيبه كتير، بس بالنسبه للعيب الكوره في الريف يعني صايع بمعنى الكلمه يعني. فكلنا مثلا ابويا جري معايا، بدا يوديني، رحت ام بي ورحت هو اماكن اول واحد كتير. صدق فيك طبعا وامن بيك. انا رحت من اكاديميه الزمالك، اتمرنت في جميع عندنا اكاديميه واحده واحده الزمالك. واحده واحده، انا القصه دي عايز اعرفها. لو من اول البدايه رحت فين اول حته؟ انا اول حاجه خالص رحت اكاديميه الزمالك، كان اكاديميه الزمالك اللي في الشرقيه. في الشرقيه، كانت في كفر صاري مع كابتن سيد عبد العال، ماشي، دي رحت فيها واتمرنت فيها من وانا عندي 6 سنين. 6 سنين. بعد كده رحت اتمرنت بقى في عند كابتن شحاته محمود عندنا في البلد، كابتن ابراهيم بادي، كابتن ايهاب اي الروبي، حد يدي كابتن لك خبره، اتمرنت مع الكل. اي حد يدي يفهمك في الكوره. كل واحد عنده اكاديميه كنت بروح اتمرن معاه. كان ابويا مثلا اي ماتش خماسي ياخدني العب، اي كان بيحب يشوفني بلعب. رحت بعد كده بقى دجله، اختبرت، رحت بالاختبارات. كابتن علي ابو جريشه بعد اول يوم مضاني على طول، بعد اول يوم ما كملتش. عين برضو الكابتن علي. طبعا قعدت في اتمرنت مع كابتن عاشور وكابتن طارق، اتمرنت مع مدربين كتير قوي في دجله سنتين. بعد السنتين ولا دول واسطه لا ولا لا لا غيره. لا خالص، كفحتي جايب هي جايب من تحت، الاختبارات. باختبارات. رحت جه كان في اكاديميه اسمها جي ام جي، كابتن مصطفى الخروبي كان ايوه، ماسكها، جي ام جي. ومستر ماجد كان بتاعت مستر ماجد بالشراكه مع ايوه. جون مارك جيوم. فجينا رحت الاختبارات، اختاروا سته، كنت انا من ضمن السته. عملوا لنا معسكر مغلق في السخنه، قعدنا فيه الأكاديمية دي ليها فضل كبير على طبعا الدوري المصري، طبعا طلعت لعيبة كتير مميزة معايا بصراحة. زيزو، كان معايا كريم حافظ، ومعايا عبد العاطي وهلال واحمد سعيد وابراهيم عايش واحمد حسن، كل دول بيلعبوا دور ممتاز، وبسام، في منهم اللي في الدرجه الثانيه، في ايوه. منهم طلع كتير. رحت اختبرت، بعد ما اختبرت قعدت مثلا بتاع اسبوعين في الاختبارات وكده، وبعد كده روحت. قالوا الناس اللي هتكمل معانا هياخد 10 لعيبه من المواليد بتاعتك، ماشي. يعني كانوا 2000. روحت بعتوا لي على البيت ان انا موجود ان شاء الله من الاكاديميه، وجابوا والدي ووالدتي وعملوا اجتماع دي بقى كان ليها فرحة خاصة. طبعا. وبعدين ده بقى اللي فرق معايا في ايه؟ فرق معايا ان انا كنت مغترب وكنت عايش مع ستي وخالي، ويعني فين تعبوا عايش معايا، معاهم؟ فين؟ كنت عايش معاهم في قليوب، في بلاص، في اليوب. عشت معاهم كتير، فكنت عايش مع خالي وتعبوا معايا هو هي عشان وستي. تقرب بس المسافة من الشرقية، فكنت فكنت عايش معاهم، اللي هو ام امي هي اصلا من بلاص، فكنت ماشي عايش معايا وخالي، ماشي. عشت معاهم بقى، هي اللي كانوا بيودوني ويجيبوني والكلام ده. فجيت الاكاديميه، خالك اللي بيوديك؟ خالي تعب معايا، لا والله، خالي وستي، ستي برضو لها فضل كبير عليا برضو، ما شاء الله ما شاء فهم الله. ناس كتير تعبوا معايا. فروحت الاكاديميه، فجالي جواب ان انا المفروض في اجتماع عشان يشرحوا لنا الاكاديميه ايه الموضوع؟ لاولياء الامور. الاكاديميه كانت بقى شامله اكل، شرب، نوم، مبيت، حلم بقى ده، ايه ده بقى؟ ولبس، ايه ده؟ وكل حاجه، انا عارف انا طبعا طعم شنطة اللبس اللي انت بتستلمها ديت بعد. كل حاجه. وكنا بنسافر، سافرنا تايلاند وفيتنام وبلجيكا، كنا بنسافر تصدق كل نفسك؟ سنه. طبعا قعدت 4 سنين، انا كنت بروح البيت مثلا كل شهر اسبوع، اروح بس العربيه توديني لحد البيت وتجيبني التاني الاكاديميه، ماشي. اشوف اهلي اسبوع. قعدت كده 4 سنين احتراف بقى، احتراف احتراف احتراف، النوم بدري، تليفون ساعتين في اليوم من 8 ل 10 عشان نكلم. بجد. كنا كده على طول، الساعه 10 نوم، في حد بيراقب علينا النوم، الصحيان حد بيصحينا الصبح بدري لحد ما احنا استسلمنا، اكل، شرب، تمرين. التأسيس ده اسمه التأسيس. كتير يعني، كنا الواحد يعني الواحد تعب جامد. بعد كده رجعت بقى، كان هما بقى ايه، في ناس سافرت زي زيزو وكريم حافظ، دول سافروا بلجيكا، كانوا 10 ايوه. سافروا. وبعد ما سافروا بلجيكا جه الجيل اللي بعده برضو كان لسه ما سافروش، جه على موضوعنا احنا، اتظلمنا قوي اللي هم المجموعه الصغيره، ما سافروش. نزلونا كلنا فين؟ ناشئين دجله، كان عندي 15 و9 شهور كده. فنزلت ناشئين دجله بقى، قالوا ايه يعني، كافحوا بقى كفى. يعني، اللي كويس المدرب يكمل معاه، اللي وحش خلاص.
نزلت. انت كده نزل على فرق معموله. معموله بقى جاهزه. بس انا كنت تتخانق عشان تلاقي مكان. هم عارفينك طبعا. هم عارفيني عشان انا كنت من الاكاديميه، واللي جاي من الاكاديميه ده برضه له بريق يعني، اللي هو برضه لا هم كانوا عارفيني لان انا كنت في النادي، ناشئين النادي قبل ما اروح الاكاديميه. قبل ما تروح. من وانا عندي 10 سنين، فكان في مدربين عارفيني. فانا لما رجعت نزلت مع كابتن يماني. ماشي. في مواليد 2000. ماشي. لعبت معاه 3 ماتشات وكنت كويس قوي، ماشي كويس وجايب بجوان وبتاع. فقال لي انت لعيب كويس ولازم حد يشوفك من فوق. بعد كده رحت مع كابتن نصر عبد الحميد مع 99، كنا بنلعب، كان في بطوله مجمعه ما بين الاهلي والزمالك واحنا والمقاولين، 4 فرق. كان على اللي هم الاربعه اللي فوق. لعبت الدوره دي، واحنا بنلعب كان في تمرين في الدفاع الجوي في نفس اليوم ان انا كنت بلعب في ماتش الاهلي للفريق الاول عندنا في دجله. ماشي. فكان مين بيتفرج؟ احمد حسام ميدو، كابتن احمد حسام ميدو. والله كان بيتفرج على الماتش ده، وهو كان المدير الفني وقتها. كان المدير الفني، وكان احنا هنخلص ماتش وهم ينزلوا التمرين، فهم كانوا بيجوا بدري فبيتفرجوا. اتفرج بالصدفه عادي. فشافني قام راح لقيته نادى عليا وسالني انت عندك كام سنه؟ قلت له انا عندي داخل في ال 16. قال لي بتتمرن مع فرقه مين؟ قلت له كابتن ناصر عبد الحميد 99. قال لي ماشي. فروحت البيت تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، لقيت الاداري جاي الفريق الاول. رضا انت تطلع تتمرن فوق مع الفريق الاول بكره، خليك جاهز. قلت له ما كنتش مصدق طبعا. مش مصدق؟ قلت بقى طلعت بقى، كان بقى في بقى محمود علاء وابراهيم نضاي بقى وشريف هيصه يا بيه وحسام عرفات وكان لعيبه كبيره. وانت 16 سنه. وانا 16 سنه بالظبط. طلعت الفريق الاول وبتمرن، كنت عملت تمرينتين كويسين قوي. فكان عندنا ماتش مع فرقه في الناشئين، فكنت انا طلعت فبقول للكابتن انا عايز اروح العب الماتش وكده، لان انا عارف ان انا مش هخش. طلعت تمرينتين وبتاع وانزل تاني وبتاع وخلاص. قال لي كنت انا ومعايا 2 صحابي. قام بص لي كده قال لا انت خليك يا رضا، وانتوا الاثنين تقدروا تروحوا تلعبوا الماتش. انت خليك عشان هكلمك، ممكن تخش معانا الماتش الجاي. قايمه. قايمه. فانا رحت البيت بقى، قعدت بقى كل شويه مستني الاداري يكلمني عشان اطلع معاه. كل شويه اتصل بيه، يا ابني اهدى لسه مفيش حاجه ظاهره. يا عم طب قول لي، طيب اعمله في الماتش. ده الساعه 3 بالليل كده قال لي انت موجود في الماتش وتعالى عشان تستلم الشنطه بتاعتك وهنسافر السخن. كنا بنلعب الشرقيه. رحنا الماتش بلدكم. بلد وانا بقى ما كنتش معرف حد. مش معرف حد خالص ولا حتى ابويا. الشرقيه دي كان بيلعب فيها علي عفيفي. علي عفيفي ده من بلدي، لعيب كبير، لعب في المقاولين والاتحاد وبتاع. فهو لعيب كبير اصلا. فهو كان موجود فين؟ بيلعب في الفرقه دي في الشرقيه. فهم البلد كلها عندنا قاعده في التلفزيون مستنيه مين؟ علي عفيفي. علي عفيفي. فانا ما كنتش معرف حد. ولا معرف عندنا في البلد، ولا حتى كنت معرف ابويا، كنت اعملها لهم مفاجاه. لا والله. والله بس ما كنتش عارف ان انا هلعب. انت في القايمه وخلاص. في القايمه. نزلت ما نزلتش خلاص يعني. فجينا قال لي، لقيت كنت انا عملت تمرينتين كويسين قبل الماتش. لقيت كابتن احمد حسام قال لي بص انت هتكون معايا موجود في السكور، النتيجه كسبانين هنزلك. خليك حط في دماغك انت هتلعب الماتش ده. ماشي. بيجهزك. حط في دماغك وانزل. قلت له ماشي. قلت يا رب نكسب 4-5 الشوط الاولاني. عايز انزل. ببص 2-0 كانت الدقيقه 85. قام راح منزلني مكان مرموش ساعتها. نزلت الدقيقه 81 كده. انت سعاد يعني بالتكتيك صح؟ انا حاسس انك بالتكتيك بالبرد شويه بس. ده بقى احس التكييف بس حاولوا توطوه شويه لان لعبت الماتش ده بقى وبدات بقى كله من ساعتها. من ساعه ما لعبت الماتش ده وانا ما نزلتش تاني ناشئين خالص. كان بالنسبه لك كده احنا انت حطيت رجلك على اول انا بقى كان هي حطت الرجل سهله كده كده هناخد فرصه. قول لي بقى انطباع الوالد كان ايه الله يرحمه؟ اول بقى هو كان مؤمن بيا. لا اول لما شافك بقى انت لعبت الماتش ده هو ما كانش مصدق. كان مبسوط قوي لان هو كان بالنسبه له مسمينا انا زرعته عندنا في البلد، انا الزرعه بتاعته زرعته. فكان دايما يقول لي زرعتي ما ينفعش تبوظ. فانا كنت احطها في دماغي دايما ان هو لازم زرعتي دي تكون زرعه. هو ده والدي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب ان شاء الله. كان نفسك يعيش طبعا انا كان امنيه حياتي يكون موجود معايا الايام دي. والله كان هيفرق معايا كتير قوي. والله طبعا ده اصله كان صاحبي ما كانش ابويا. كان صاحبي وكنا بنلعب مع بعض دومنه شطرنج. توفى امتى بابا؟ توفى امتى؟ توفى بالظبط من 3 سنين. 3 سنين. بس كان شافني وانا لعبت في دوري ممتاز وانا في دجله. بس ما شافنيش كتير، ما شافنيش وانا جامد. شافني في بدايتي. مش فاكش. طب تفتكر لو 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 هو في الايام اللحظات اللي احنا فيها ديت ومصر كلها بتتكلم عليك والاهلي بيتكلم وبيراميدز بيتكلم ومنتخب مصر انضمامك حتى كمان منتخب مصر، تفتكر كان هيبقى رد فعله عامل ازاي؟ طبعا اسعد واحد في الدنيا. اسعد واحد. لان هو اكتر واحد كان مؤمن بيا، لان ناس كتير كانت دايما تقول له انت بتجري وراه كتير، ده خليه يركز في دراسته. ما لكمش دعوه، انا عارف انه هيوصل. ونفس الناس دي اللي جت دلوقتي وبتقول
ما شاء الله ووصلت وفرحانين. كان هم هم نفس الناس اللي ما كانوش مؤمنين بيا في البدايه، فهو كان دايما معايا. حتى انا كنت رحت انبي اختبارات ومشيت، وقال لي هتلعب وهتروح. ما نجحتش، ما قعدت معاهم 5 شهور ومشوني. هم اللي مشوك. فقال لي، قعد يقول لي ولا في اي حاجه، وانت هتلعب وهتكسر الدنيا وهتكون لعيب كبير وهتكون في حته تانية. فلا لا لا، هو اكتر واحد ليه فضل عليا. القصص ديت بطبيعه الحال ملهمه ومهمه، وانا بحاول ان انا استغلها دايما في اي ضيف بيبقى موجود، عشان ابعت شويه رسائل بتبقى مهمه لكل الناس اللي قاعده بتتفرج علينا. لانه الناس بتقعد تتخيل ان الكوره سهله، وان الكوره ما فيهاش مآسي وما فيهاش معاناه. هي بتديلك في الاخر خالص، بس بعد مشوار طويل ممكن تروح وتفشل، وممكن تروح ويقلشوك، وممكن تروح وتقعد وما تلاقيش لنفسك فرصه، وهي طالعه ونازله، وهي مرتبطه بالعين. ففي مدرب بوبو جامد، ويجي مدرب بعديه حصل لعيب. هي الفكره دلوقتي ان انت لازم تكون مؤمن بنفسك، ومؤمن ان انت هتوصل لحته كويسه. وما طبيعي جدا هتلاقي في ناس كتير شايفه ان انت ما تستاهلش اللي انت فيه، في ناس شايفه ان انت تستاهل، في ناس شايفه اللي ممكن تدعمك. انت لو انت مش واثق في نفسك ولا في امكانياتك، وواثق ان انت توصل لحته بعيده، مين هيؤمن بيك؟ رامي ورا ظهرك انت كل حاجه. انا هم مسمينا حتى في اللعيبه واصحابي اللي انا بارد، انا في بارد الموضوع. انا اصلا رايك طبيعي، مثلا لما اشوف هو ولا هيعليني ولا هيوطيني. انا بدل انا شايف نفسي كويس، شايف نفسي ان انا عندي امكانيات، شايف نفسي ان انا هوصل لحته بعيده، انا هوصل لان انا شايف كده. لان انا مش هستنى واحد يجي يقول لي انت جامد وهو اللي هيزقني. انا لو ما زقتش نفسي، مين هيزقني؟